أهلا بكم اليوم في هذه الجولة التعريفية لإحدى مناطق مدينة القدس المهمة. نحن الآن نتواجد عند باب النبي داود، إحدى أبواب البلدة القديمة الواقع في الطرف الجنوبي الغربي من سور. بالقرب من باب النبي داود هناك منطقة هامة أخرى تدعى بمقام النبي داود، وهي من إحدى المناطق التي تعتبرها الديانات السماوية الثلاث مقدسة بالنسبة إليها. سنحاول اليوم أن نتجول في هذه المنطقة ونتعرف على بعض معالمها وتاريخها والصراعات الدائرة عليها حتى يومنا هذا. وسيرافقنا في هذه الجولة المرشد المقدسي الأستاذ خليل صبري. يعطيك العافية أستاذ خليل. بداية الأستاذ، قبل أن ننتقل إلى مقام النبي داود، دعنا نبدأ من المكان الذي نقف به الآن. أخبرنا قليلا عن باب النبي داود. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية احنا زي ما ذكرت احنا في المنطقة الجنوبية واللي من أسوار القدس، من أسوار البلدة القديمة، واللي فيها بابين رئيسيين. الباب العلوي من الجهة الجنوبية الغربية هو باب النبي داود اللي احنا بنقف أمامه، والباب الآخر اللي هو باب المغاربة. بالنسبة لباب النبي داود، من الأبواب، يعد من الأبواب القديمة لمدينة القدس، ويعد حتى أنه من الأبواب القديمة لمدينة يبوس القديمة. باب النبي داود اللي منشاهده حاليا هو باب أمر بإعادة بنائه السلطان سليمان القانوني في القرن السادس عشر، تحديدا تقريبا بال 1542 من خلال الكتابات أو النقوش اللي وجدت على كل باب من أبواب مدينة القدس. يعد هذا الباب من الأبواب العالية والفتحتها كبيرة، وبني بطراز كان سيصمم من الأبواب الجميلة حتى يضاهي باب العمود. هذا الباب دخل عليه عدة تغييرات من ناحية التوسعات، بحيث أنه في بعد حرب 67 واحتلال القدس، نعم، أغلق في 48 وأرجع بال 67 حتى يكون تسهيل لحركة المرور لداخل حارة الشرف المغرب اللي أضحت اليوم حارة اليهود. هذا الباب يحمل عدة أسماء، منه باب المحراب، منه باب النبي داود نسبة للمقام اللي احنا راح نتوجه عليه في خلال جولتنا، وأيضا باب صهيون لأنه احنا موجودين على جبل صهيون اللي هو إحدى الهضاب المبنية عليها البلدة القديمة واللي يقع بالطرف الجنوبي الغربي لمدينة القدس. أخبرنا عن آثار النكبة الموجودة على باب. هذا الباب تعرض لعدة هجمات، خاصة أنه بأثناء الاحتلال سواء كان في 48 أو في 67 صارت في عملية هجوم ما بين الجيش العربي وما بين الجيش الإسرائيلي، واللي حاليا منشاهد الأثار الثقوب اللي أحدثتها الطلقات النارية المختلفة من الأسلحة المختلفة. طبعا هذا الباب يؤدي إلى الباحة الخارجية من خارج الأسوار، تكملة إلى منطقة هضبة صهيون أو جبل صهيون واللي يقع فيه العديد من الأماكن. خلينا إحنا وإحنا نتجول في نتعرف عليها إن شاء الله. محل ما احنا متوجهين في عنا المشاهدين منشاهد كنيسة ضخمة واللي بنيت برضو ببداية القرن العشرين وتعد من الكنائس المهمة، بنيت بطراز أوروبي، بسموها كنيسة نياحة العذراء أو مرقة العذراء، وحسب الاعتقاد المسيحي أنه ستنا مريم رقدت أو توفت بعد ما حدثت الأحداث مع سيدنا عيسى من ناحية عملية الصلب حسب الاعتقاد المسيحي. خلينا نبلش شوي ندخل على المكان المقام. بالنسبة لهذا المكان بالفترة البيزنطية بني هون في هذا المكان كنيسة تيمنا بوجود ليس بالنسبة للمقام وإنما لاعتقاد المسيحيين أنه في هذا المكان حصل عندنا العشاء الأخير في أعياد الفصح، جلوس سيدنا عيسى مع تلاميذه، وقام بعملية كسر الخبز وشرب الخمر، وقال لهم هذا الخبز هو لحمي وهذا الخمر هو دمي. من هنا كان ما تعرف بعلية صهيون اللي هي العشاء الأخير. من شاهد بعض الكتابات اللي بتدل على ترميم هذا المبنى عبر الحقب الإسلامية، من هاي الكتابات في مدخل ما يعرف اليوم بعلية صهيون أو ما تعرف بالكنيسة ظاهر المقام، كتابات ظهرت بالخط العثماني
بنقرأها للمشاهد لأنه الكتابة نوعا ما صعبة القراءة. هي بسم الله الرحمن الرحيم، أمر بتطهير هذا المكان وتنظيفه من المشركين وعمله مسجدا يذكر فيه اسم الله تعالى، سلطان الأنام، ناصر دين الإسلام، خادم البيت الحرام، منشئ العدل والأمان، السلطان ابن السلطان السلطان سليمان من آل عثمان، أيد الله الإسلام في حياته على يد مولانا الشيخ أحمد الدجاني، والساعي في حياته والساعي الشيخ محمد الواعظ العجمي، أجرى الله على يده وذريته الخيرة بتاريخ 5 ربيع الأول 536 هجري 1529 ميلادي، والحمد لله وحده. هذا الكتاب اللي بنشاهده في مدخل المقام غرفة العشاء الأخير. أما في الزاوية الأخرى من هذا المقام وتحديدا في المدخل، أحد المداخل الثلاثة لمقام النبي داود في المدخل الشمالي منه، نرى في لوحة صغيرة على شرفة الباب أو على عقد الباب كتابة لوحة كتب عليها جدد تعمير هذا المكان الشريف، البناء الساطع المنيب مع ترخيم الروضة بالرخام اللطيف، مولانا السلطان الأعظم محمود خان، خلد الله ملكه وسلطته وزاده بالتوفيق أيامه وأحكامه، وذلك على يد سعادة الدستور الوزير صاحب الحسنات والخيرات الحاج سليمان باشا، بلغه الله ما شاء، وإلى صيدة مباشرة مصطفى علي أفندي مأمور، وذلك في سنة 1233 هجري 1817 ميلادي. يعني هاتان الكتابتان أو هاتان اللوحتان تدل على أن المكان جدد وعمر وأنشئ بالفترة العثمانية بعد قبل 500 عام على يد السلطان سليمان القانوني، وبعدها أيضا ب 300 عام على يد السلطان محمود خان، وبإشراف أيضا المجلس الإسلامي الأعلى وعائلة الدجاني من 500 عام إلى 48، وهو مكان يؤجه المسلمين من كل حدب وصوب. نهيك عن أنه هذا المكان منع تواجد المسيحية فيه في الفترة المملوكية وأيضا بالفترة العثمانية. بساحة المكان أيضا نشاهد تمثال للنبي داود، طبعا وضعه اليهود ووضعه بجانبه القيثار كونه هناك كان يعزف القيثار بالنسبة لليهود. الآن سنتوجه إلى داخل المكان لنشاهد عن كثب، سواء كان مكان المقام أو علية صهيون أو الشرفات أو الأسطح تبع هذا المقام. بالنسبة للمكان اللي احنا متواجدين فيه اللي هو يعد مقام النبي داود، طبعا احنا بنشاهد انه مكتوب قبر الملك داود، لانه بالنسبة لليهود بيعدوه ملك، للإسلام بيعدوه نبي. خلينا ندخل شوي بالنسبة لنشاهد المقام، نذكر كيف تغير في الفترة اللاحقة من الفترة المملوكية وهي بالفترة العثمانية. ممكن نواجه صعوبة في عملية الشرح هون، خاصة أنه في زوار كتير، ولكن هذا يعد القبو، منطقة القبو، القبو اللي فيه مقام النبي داود واللي بيضم قسمين. قسم كان بالفترة الأيوبية نعمل كمسجد صغير، مسجد صغير فيه محراب، مشان هيك ذكرنا باب المحراب. والمسجد الآخر اللي في فترات لاحقة تم تزيينه بزخارف إسلامية وبقشاني، ولكن اللي بنشاهده اليوم بعد 67 هذا المكان تم السيطرة عليه من قبل الحكومة الإسرائيلية وسلطة الآثار وسلطة الأديان وألحق إلها، وبدأت التعديلات وتغيير المعالم فيه. حتى جولاتنا الأخيرة بالسنوات الأخيرة طرأ كثير من التعديلات، بحيث أنه التعديلات اللي كانت
طلعت اللي هي إخفاء المحاريب، إخفاء الزخارف بواسطة وضع بعض الخزائن اللي تتعلق اللي موجود فيها بعض الكتب التوراتية. بهذا المكان تم فصل المسجدين عن بعض بحيث أنه مسجد بضم دخول فقط للذكور والمسجد الآخر للإناث. إذا نتقدم إحنا محل ما شاهدنا هون لدخول الإناث، طبعا يمنع الدخول بدون وضع قبة على الرأس. وهذا المكان اللي هو رمم بالفترة المملوكية، وهذا الإشي منشاهده من خلال الباب والنمط المملوكي اللي هو يعرف بالنمط الأبلق اللي هو دمج الحجر الملون مع الحجر الأبيض. وفي عندنا مسجد ثالث أغلق حاليا، يعني مش موجود. زي ما حكينا إنه هذا المبنى بالنسبة للمكان الديني أو الصلاة ومن طابقين، الطابق السفلي اللي بضم القبو اللي موجود فيه المقام، والطابق العلوي اللي بضم برضه مسجد كبير راح نطلع عليه كمان شوي. إذا متابعينا، سنحاول نحن الآن الدخول إلى داخل الكنيسة المخصص فقط للنساء. لن يستطيع المرشد بالطبع مرافقتنا إلى هذا المكان. كما قال قبل قليل، المكان مقسم إلى قسمين، أحدهما للذكور وللإناث. تم فصل هذا الكنيس بعد أن كان مسجدا في السابق. هنا يقع القبر الذي يعتقد اليهود أنه قبر نبيهم داود. إذن هذا المكان الذي كان مسجدا في السابق تم تحويله بعد إحلاله إلى كنيس حاليا لليهود. سنحاول الذهاب الآن إلى المرشد لإكمال بقية الجولة في منطقة ومقام النبي داود. تمام أستاذ خليل، بعد أن تجولنا في الداخل وشاهدنا القبر الذي يدعي اليهود أنه يعود لنبي الله داود، دعنا نذهب الآن للمسجد في الطابق العلوي لنشاهد بقية الآثار الإسلامية التي ما زالت موجودة في قبل المكان. أن نصعد. قبل أن نصعد، الجزء من هذا المباني اللي بنشاهدها حاليا واللي سنشاهدها من فوق حولت اليوم إلى مدرسة يهودية. فهذا الصرح الضخم اللي أمر بتجديده أو توسيعه بعهد السلطان سليمان القانوني بال 1524، وأعطى أوقفه أو أعطى إدارته لعائلة الدجاني، للشيخ أحمد الدجاني وأبنائه وأصهاره وأحفاده، وما زال الأوقاف مسجلة بأسمائهم لليوم. هذه المباني تحولت لمكان مدرسة يهودية، قسم منها كان لأدوات صلواتهم وقسم منها للمبيت، وقسم آخر حول للخدمات الصحية مثل المراحيض إلى آخره. دعونا ندخل بس إلى أحد الأقسام الضخمة، خاصة وأنه هذا المكان حول بالفترة العثمانية لزوايا صوفية، واللي كانت تستقطب عديد من الزوار وإقامة الجلسات الصوفية. فهذا المكان زي ما احنا مشاهدين عبارة عن أروقة ضخمة بأقواس بتضم العديد من الغرف اللي كانوا يجلسوا فيها المتصوفين أو الزوار أو الحجاج القادمين من مناطق بعيدة إنهم يجوا ويتجولوا في هذا المكان. النمط اللي احنا بنشوفه هون نمط عثماني، يعني هذا التجديدات الأخيرة اللي طلعت بالفترة العثمانية واللي ظلت قرابة 500 سنة قبل أن تحول لمدرسة يهودية. لأن حد 48 كان هذا المكان هو مكان إسلامي بحت، مع تفاوت في بعض الفترات التاريخية اللي سمح فيها للمسيحيين بزيارتها. منتابع بالنسبة للفترة المملوكية وتحديدا يعني بالقرن الرابع عشر الميلادي، ظهر هناك صراع يهودي مسيحي على هذا المكان لمن يكون. فكان الشيء انه متخبط ما بين اليهود والمسيحيين، واللي اوكل اهتمام للمماليك بحل القضية، ولكن لم تحل وظل الصراع موجود إلى وجود الفترة العثمانية واللي بلشت في بلادنا بال 1516. عندما رفع هذا الموضوع للسلطان سليمان القانوني، كان القرار النهائي لطرد اليهود وتحويل المكان
مكان إسلامي بحت وقام بترميمه وإضافة بعض المرافق فيه، وزي ما ذكرنا أوكل هذا المكان بإدارته ولعائلة الدجاني اللي سكنت وتوسعت حوالين هذا المكان حتى عرفت بعائلة الداودي بدل الدجاني نسبة لمقام الداودي. مكان ما رح ندخل سنشاهد مسجد كامل ولكن بطراز أيضا صليبي. السبب انه هذا المكان كموقع للكنيسة حول زي ما ذكرنا بالفترة الأيوبية وما تلاها من الفترات سواء كان المملوكية أو العثمانية حول لمسجد وبقي لحد 48. فهون لم يحدث أي تغيير بالنسبة للطبقة العلوية زي ما راح نشاهد هلا، ولكن الطبقة السفلية اللي قام اليهود بتغييرها وتحويلها للكنيسة زي ما شاهدنا قبل قليل. نعم، هو المسجد هو ما بقدر حدا يصلي، ولكن بعض المسيحية اللي بيقوموا بتلاوة آيات من الإنجيل لم يكن هناك أي معارضة أنه يقوم أحد المسلمين بصلاة ركعتين أنه يمنع، كونه هذا المكان أعد حاليا للزوار بمختلف الأديان والأطياف. اليهود عادة ما بيطلعوا للمنطقة العلوية، أكثر تواجدهم هو بالكنيسة. احنا الان هلا داخلين على المسجد اللي يعرف بمسجد النبي داود، اللي زي ما ذكرنا هو مسجد حول من كنيسه الى مسجد. مشان هيك بنشاهد بعض الاثار اللي هي يقال انها بتدل على الفتره الصليبيه. ممكن انه ما يكون هذا الموقع حسب الاثريين انه كان هو هون الكنيسه، ولكن واعيد استخدام بعض المباني او الاروقه، ولكن علينا ان شو احنا بنشاهد من خلال هذا المكان. هذا المكان مسجد متمثل بالمحراب للمنطقه الجنوبيه، بالإضافة للكتابات الإسلامية اللي مشاهدها على الجدران أو على الزجاج، يعني آية قرآنية: فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، بسم الله الرحمن الرحيم. والشاهد أنه ممكن أن يكون هذا الإشي بالفترة الصليبية من خلال العقود اللي نشاهدها بالسقف، اللي هي عملية اللي مصلبة هون، أنه ممكن تكون هذه واحدة من الأنماط الصليبية، إما أن تكون تأثرا وإما أن تكون عن جد أنها كانت هي الكنيسة اللي حولت بالفترة الأيوبية وما تلاها من حقب تاريخية لمسجد. من هون بدنا ننتقل برضو لسطوح المسجد، ومن هناك نشاهد المأذنة اللي أضيفت على هذا المبنى، بالإضافة لنشاهد المنطقة من أعلى حتى نستكمل الموضوع كما يجب. المطل من سطح المسجد رائع الجمال، يشرف على مدينة القدس ونشاهد جبالها ونشوف قديش أهمية جبل صهيون. جبل صهيون في المنطقة الجنوبية قديش في عنده إطلالة جميلة على مدينة القدس وجبالها. وصلنا احنا هلا لسطوح المسجد، ومن هون بنعمل إطلالة على مدينة القدس، يعني بنشاهد جبل المكبر. جبل المكبر واللي حسب الاعتقاد الإسلامي انه سيدنا عمر عندما جاء ب 638 ميلادي واطلق واشرف على مدينة القدس فقام بالتكبير. اذا بنتابع عدسة الكاميرا معنا بنشاهد من المنطقة الشرقية لهذا المبنى اللي هو جبل الزيتون او ما يعرف برضه بجبل الطور، واللي يقبع عليه العديد من الكنائس خاصة في السفح الغربي له. ومن المنطقة الشمالية بنشاهد جبل المشارف، وبالإضافة للكنيسة اللي حكيناها وإحنا داخلين في جولتنا اللي هي كنيسة نياحة العذراء. أسفل هذا المبنى من هون نستطيع الإشراف على القبور الإسلامية لعائلة الدجاني.
كانت مدفن لعائلة الدجاني، خاصة أنه جميع الأبنية اللي إحنا بنشاهدها من هذا، جميع الأبنية اللي بنشاهدها من هذا السطح هي ملك لعائلة الدجاني. وبعد 48 وطرد العائلات من هذه المباني، سكن فيها عائلات يهودية وحول بعضها زي ما ذكرنا لمدارس يهودية أو لأماكن لروضات. بالإضافة بال 56 أضيف حديقة على إحدى الحدائق، أحد حدائق المنازل لعائلة الدجاني، تجسد أحداث المحرقة الإسرائيلية أو ما تعرف بالهولوكوست، حتى يكون هناك رمزية لزيارة اليهود وتكثيف زيارة اليهود لهذا الموقع. فبال 56 كان هذا الموقع، إلى أن جعل هذا مكان الزيارة في منطقة جبل الرب أو ما يعرف بجبل الهرتسل في منطقة عين كارم، ولكن بقي هذا المكان كموقع للزيارة اللي بيخلد أحداث الهولوكوست عند اليهود. هذه التغييرات اللي إحنا ذكرناها. اليوم ما في ولا عائلة عربية تسكن في هذا المكان، في حي الداودية أو حي مقام النبي داود أو حي جبل صهيون. بخلاصة الحديث عن هذا المكان لجميع المشاهدين، هذا المكان عبر التاريخ كان محط أنظار الديانات جميعها، خاصة أنه سيدنا داود عليه السلام هو نبي عند اليهود، عند اليهود وعند المسيحية وعند المسلمين، لذلك كان الصراع الديني على هذا المكان كبير. هذا المكان كان مقسم عبر التاريخ إلى أماكن للمسيحية وأماكن للمسلمين، لم يكن لليهود أي حق فيه إلا في اعتقادهم اللي كان في الفترة الصليبية، وهذا ما كتبه جميع المؤرخين بهاي الفترة حتى بشهادة اليهود أنفسهم، أنه كان اعتقادهم بوجود مقام النبي داود في هذا المكان أو قبر النبي داود في هذا المكان هو غير موجود، ولكن بالفترة الصليبية أخذوا بهذا الفكر وأصبحوا يقوموا بزيارته وتلاوة آيات من التوراة، إلى أن زي ما ذكرنا كيف تواكب وتصاعد حدية أحقية الموقع لمن عبر الفترات التاريخية. كون النبي داود هو نبي عند الإسلام وذكر في القرآن الكريم، فأولى الفترات الإسلامية السابقة وما تلاها اهتمام كثير، وكان الشكر الجزيل لسليمان القانوني بإعطاء الأهمية لعائلة الدجاني أو الشيخ أحمد الدجاني بالاهتمام بهذا المكان، بحيث أنه قاموا بترميمه والإشراف عليه واستقبال الزوار وخدمتهم عبر 500 عام، إلى أن تم إجلاءهم عن هذا الموقع بحرب 48. وما زالت هناك وقفيات إسلامية بكل الكتابات ومخطوطات بتدل على أن هذا الموقع هو موقع إسلامي زي ما شاهدنا. اليوم فقط اللي بيشرف على هذا الموقع بإدارته بكامله هو الحكومة الإسرائيلية وتحديدا وزارة الأديان الإسرائيلية زي ما شاهدنا، ولكن يسمح للزوار سواء كانوا مسلمين أو مسيحية بزيارة هذا المكان والتعرف عليه تاريخيا وإعطاء اهتمام لبعض الحجاج الأجانب المسيحيين بتلاوة الصلوات وإقامة القداس في هذا الموقع. إذن متابعينا نكون بهكذا وصلنا إلى نهاية جولتنا لهذا اليوم من منطقة مقام النبي داود الواقع جنوب غرب البلدة القديمة وخارج أسوار البلدة القديمة. الشكر طبعا موصول للمرشد المقدسي الأستاذ خليل صبري الذي رافقنا وأمدنا بهذه المعلومات الغنية عن المنطقة، والشكر أيضا موصول لكم متابعينا على طيب المتابعة، وحتى نلقاكم في جولة جديدة، دمتم في أمان الله.